à la SRL. Il se lui recrute selon le statut de personne de la SRL. Donc il y a un statut de... اليوم في مقر الولايه انعقد اول مجلس اداري للشركه الجهويه المتعدده الخدمات اللي تاسست واللي غادي تدبر التوزيع ديال الماء والكهرباء وتطهير السائل في السنوات القادمه. هذا نموذج جديد اللي اخترته الدوله ديالنا اللي داخل في تعزيز الجهويه الموسعه واللي ان شاء الله المواطن غادي يخرط في هاد العمليه، لان ابتداء من 15 اكتوبر هذه الشركه غادي تخدم وغادي تحل محل سواء الوكاله المتعدده الخدمات المستقله الرمسه، وكذلك مكان المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للصالح الشرب. فاليوم وافقنا على جميع النقاط اللي جات بالاجماع، النقاط اللي جات في المجلس الاداري باش نعطيو الانطلاق ان شاء الله لهذه العمليه باش نخدموا. منطقه جهه سوس مسا هي تختارت من بين بعض الجهات اللي هي غتسبق فيها هذه التجربه هذه، وان شاء الله غادي نقوموا معيه السيد المدير العام اللي جا جديد باش ان شاء الله نتفقوا في هاد العمليه ونجحوا هاد النموذج اللي هو غادي يكون في المنطقه ديالنا. كذلك اللي خصنا نعرفوا بان الجهات سوس مسا عندها خصوصيه ديالها، تتجلى الخصوصيه ديالها في العنصر البشري اللي هو تنخرص، سواء كان اطور او موظفين ديال اللي كانوا عملوا في المؤسسات السابقه او لا كذلك في المنتخبين اللي هما عندهم واحد الروح ديال المسؤوليه والروح ديال كذلك ديال المواطنه اللي تخلينا اننا نعملوا في واحد الاجواء اللي هي ننميو هذا الشيء. الاهداف الاساسيه يعني لي فوندمون ديال هذه العمليه كلها اللي خصها يعرف المواطن وهو التعميم الولوجي لهذا المرفق على جميع التراب الوطني، وحنا التراب حنا دابا في التراب الجهوي، يعني ما يخصص يكون مازال شي منزل ما عنده ماء، ما عنده الضوء، ما عنده التطهير السائل، سواء كان في عالم قروي او في عالم حضري. وهذه المده ديال هذا التدبير عنده 30 سنه تقريبا، هذه العقده اللي بيننا ديال بينه وبين الشركه عندها المده ديال 30 سنه، واللي فيها واحد مبلغ ديال الاستثمار اللي هو مهم اللي هو 19.69 مليار درهم اللي غادي تستمر ان شاء الله في هذه القطاعات الثلاثه. الخصوصيات ديالنا طبعا العالم القروي، وهناك العالم القروي فيه واحد العدد ديال المجتمع المدني يعني الجمعيات اللي تيدبروا هذا المفرق، وخاصه الماء 800 جمعيه في تهرد هانت، هذا رقم شيئا ما كبير، لا بد اننا نتقربوا منهم ونشوفوا الطريقه باش يعملوا، واللي جدي واللي خصنا نصلحوه واللي خصو يتم التاهيل ديال الجمعيات، يتم التاهيل ديالو. فبغيت باش الساكنه تطمئن، لان الاهداف ديالها كذلك انه نطبقوا اقل تعريفه ممكنه، يعني ما كانش زياده في الاثمان وداك الشيء اللي تيتقال، بالعكس اننا احنا غادي نجتهدوا ونشوفوا كيفاش غادي نديروا باش نطبقوا اقل تعريفه ممكنه. الجوده والاستثماريه في المرفق لا بد انها حتى هي كاينه في الاهداف الاساسيه، حتى هي جايه في الطريق. فنتمنوا النجاح لهذه التجربه هذه الخاصه اللي ان شاء الله ما يمكنش الا نهنيو انفسنا بهذه التجربه، وما يمكنش الا انها تعطي نتائج مهمه للمنطقه ديالنا والساكنه ديالنا.